باللي احنا بنشوفه ده وبكل ما نقرأه ونسمعه عن المتغيرات المناخية يبدو أنها تأتي لنا بشكل شرس، هل هتتطور لما هو أكثر شراسة؟ الحقيقة كل التوقعات السيناريوهات بتاعت التوقعات المستقبلية وطبقا لما يحدث حاليا، التوقع الأسوأ هو القادم. الأسوأ الأسوأ هو القادم. ليه؟ لأن يعني العلم بيقول، أو الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، ودي هيئة من العلماء على مستوى العالم جميع الدول، وهي الذراع العلمي لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، هي اللي بتقول الرأي العلمي اللي يجب أن يتبع. الحقيقة هذا الرأي لا يتبع، بمعنى أنه مثلا هي قالت أن في الغلاف الجوي كمية من الانبعاثات تتعدى 45 جيجا طن، وده أكتر بكتير من الطاقة التي تستوعبها المناخ الكرة الأرضية، وده فيه خطورة شديدة، وكل السيناريوهات بتقول إن ممكن درجات الحرارة لو ارتفعت عن عدة درجتين، كل ما تزيد، حاليا في الحدود 1.1 1.2، واتفاقية باريس قالك يجب ألا تزيد عن 1.5، وفي أسوأ الأحوال عن 2، وده الهدف الرئيسي، وده معناه أنك يبقى لازم تخفض الانبعاثات بنسبة معينة. هذا ما لم يحدث، وبالتالي التوقع انه مش هتبقى 2، تبقى 2.3 وممكن 4، وكل درجة من الدرجات دي بيناظرها على طول أحوال مناخية أسوأ، أو يعني آثار تغيرات مناخية أسوأ بكثير، سواء بقى من تذبذب أحزمة الأمطار كميا ومكانيا، هيبقى في لخبطة جامدة جدا، ارتفاع مستوى سطح البحار إلى مستويات غير مسبوقة، ده طبعا كل الدول الجزرية والدول اللي لها شواطئ في فيها مناطق منخفضة يعني ممكن تغرق، تأثير كبير جدا على الانتاجية الزراعية وعلى الموارد المائية وعلى الأمن الغذائي. فكل ده يعني مرتبط بالجهود اللي بتتم، الجهود الحالية اللي بتتم على مستوى العالم ليست كافية، وده السبب اللي خلاهم في يعني دول الصناعية والدول المتقدمة قال لك الجهود اللي احنا بنعملها كدول صناعية لخفض المأساة مش كافية ولازم الكل يشارك. طيب ماشي، طلعوا اتفاقية باريس او تحديث الاتفاقية الأصلية وخلوا الكل يشارك بطريقة بأخرى، كل واحد على حسب اقتصاده وإمكانياته، وطلعوا ما يسمى الـ NDC او National Determined Contributions او المساهمات المحددة وطنيا، يعني كل دولة تقول هتعمل ايه عشان يبقى هيبقى في نوع من الالتزام. حتى الان حتى الكلام ده ما تنفذش، برغم ان يعني الدول حاولت الدول النامية، بس عشان الدول النامية تساعد في التزامات على الدول المتقدمة الدول الصناعية طبعا. اللي هي خدت ومن من التنمية الغير منضبطة اللي تمت في الفترات السابقة، وقت عندها تمويل ومجتمعاتها تقدمت، كان المفروض عليها التزامات من ناحية التمويل ودعم الدول النامية، أو التمويل مش يديله فلوس، التمويل يساعده في نقل التكنولوجيا وفي عمل مشروعات للبنية التحتية وتطوير البنية التحتية، عشان هذه المجتمعات تبقى خدت حقها من التنمية، وفي نفس الوقت تبقى قادرة على أنها تتصدى لتغيرات مناخية.